تفقد محافظ مطروح خالد شعيب صومعة تخزين القمح بقرية الشمامة التابعة لمدينة الحمام، وأوضح محافظ مطروح أن صومعة القمح استقبلت 20,000 طن خلال 20 يوما، مؤكدا استمرار عملية التوريد وتوقع المزيد من كميات التوريد المستهدفة مع استمرار موسم الحصاد الذي بلغ 65% حتى الآن من مساحة الأراضي المزروعة بالقمح في المحافظة هذا العام. النهاردة من خلال تفقدنا لموسم توليد القمح متواجدين حاليا في أحد المشروعات القومية لمحافظة مطروح، وهو مشروع صومعة قرية الشمامة بمدينة الحمام بمحافظة مطروح، أحد المشروعات القومية للمحافظة والتي افتتحت في خلال عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إبريل عام 2019. هذه الصومعة طاقتها التخزينية 45,000 طن. النهارده طمنا من خلال التوريد اللي تم خلال 20 يوم حتى الآن وصلنا لتخزين 20,000 طن، وده من 65% من أراضي المزروعة قمح، إن شاء الله متبقي 35% الباقيين، فبكده إن شاء الله هنعدي المستهدف المطلوب بإذن الله. وطبعا ده كله بيعود بالنفع على أبنائنا وأبناء المحافظة وأبناء كل مراكز وقرى المحافظة من خلال تخفيف الخبز اللي بيجي لهم مدعم.